السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهي شرفت لي أصحابتي إذا قالي إيه أد أيان إذن جعل هاي وولاشين إلفيس جنرال كايغا داوين إنسان وإلفيس فاميلي جنرال أد أيان إذن جعل هاي إلهي درتيسا إذن جعل هاي إله سبحانه وتعالى هاي إذن بركيو إلهي سبحانه وتعالى نها إذن كراميو بإذن الله الكريم إن ولا لهي شرفت لي عشر كان مانتا أنكا هل دونو بإذن الله الكريم وعشر مهم إيه وفائدة له وليب الدمر كفائدة ولا فائدة وين أن أجهه الدمر بدن وحنون الله دالا دعيو إسكفر بدن إن يجران أن أجهه ما شاء الله الحمد لله إن حنون الله إلا دالا دعيان وحكم إذا إن سيدا حنون يها أو نفساني إيه إن سيدا دتك أو دبايو حيتك حيتك كو حنون صدو أو كرفاتسن إن أمولها وسقدو كو حرنتو وحيالها سؤال مالا إن شاء الله تعالى إنو أوناك سيني هاي أيار رجينا يا بإن الله الكريم قفكي إن مارك أيادة إه استعمالنا إنو إيغسو مهد علين دونو أيار رجينا يا بإن الله الكريم لأن سيدا أنيقا ما أنك أركي الحمد لله سيدا أوذ أكتهين أنيقا أمول أيان قلي الحمد لله داتكو حانا هاي ومشا أنوكو استعمالين مرقا إيو هلبكي وحيالها سيدا أنا نعبين أيام كم إذا هاي مركا إيفن مدى عيسى قفكة دون مرق فربضن هي اللي بوحز دون عن إيفن مدى عيسى إنه قفكة حقا من المديسة نسرع ضو إن مركا وح يقعوي أي جرو إن كستون أد وجعلان ذاتك مرق جعل هي اللي بجعلي أنا كجرين وح لكن يقعوي وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله بين إذن مشي جوان أدعي كبردي أرنكاس أسجئ إيه يسمي سي أما أنك هلاي شيء قص صدق أدبن ودعيه إلى سبحانه وتعالى خير هالسيء إن أبايا ونكسن أي أهد مركا ولا له قال جي وحربة إن أرنتان إنك قف إيدي وأي صوت أتهاي وحن إسلام كنا هاي أما ولا له كنا هاي وحي أنا قف إيدي إن نقض إن أذينا كا قف إيدي وأي وحال هاي وحن نفط هذا لج عشاي نفط ورا الكالج علو مرك بيحي أنا الشيء فائدة ينقض وأنا جاي أنفع ونسله الله له شيء عن أمد بدن وأنفع عيادات بدن وحوتر عيا عن إسره وإن أنا أذى أنا كاجف فائدة وأذى أنا وفائدة أتكهشوا أذى مرك فائدة كهشنا وأنا درس كذا أسي شيء تفائدة دي س سأي أوقف فائدة استنا يا كنا وعي صوبت أتهاي شيء عا أذى مرك كف فائدة قف كل ورالك أوقف فائدة سقف كل وقص فائدة أجر كس ما شاء الله لما سو كوبي كرا أجر كمشا كسر نادي وكسر أنا يوم لسو كوبي كرا إن ولا له هيك شرفت له وحرجينا يا إن عشر كان آد يجا قصو مهد عين دونتان أو يجا قصو دعين دونتان إن شاء الله تعالى إن منا قرند كرا إن دت كا كفك فك أجن يروبي إن لسو دي بكري إن كلا برنت اسم شيء كرا إن ولا له هيك قالي إيه أولا ولا له هنا سود أفريقيا آد بيعرفاتيهن آد بيعودبيهن هلو دعيو ولا له نقربها أي كمديهن هلو دعية إن شاء الله تعالى أنا جو حاجة على مر ولا له قربها يدت كي سوماليات يدت كي إسلام كأه أو أدوينه هاد على ذي سكوك على لبن مر بإن أنا دعية هذي أي تهي إن أنا هل كان كجد عينة يه هذي تهي إن قلبي كجد عينة يمر كان جورجي كجون تكنا يوكله إن أنا دعية أنا شاء الله إلهي دبكة يبعت هذا يفتن تأي مشكلة ذا إله سبحانه وتعالى هكذا القاضي ولا له هنا بإن الله الكريم ولا له هيك شرفت له عاد أيام ذين جعل هاي وحواي إن أرنت أن ربنا إنك كفى إذا يو عن مانته وكنا وملبكا ملبكا واي ملبكا سواي أرنت أربنا إنك كفى إذا يو سفعا وفيري سكرين شوت كقاضو إن ملبكا أبايو أيام كسوقتي إن إلا واحد كعبيسة صدح عقد عمل يعني كاستعماله يسا ما شاء الله إن أبايدا سمركي يعني كسو قدني بالحقيقة أنا جو حنكو أركي أيضو قد كسو لكتي أيان أركي والله أقونس أمله ما أقانو لمبركي دنا ماشى أيو كقرنا مركزا وحن رهاي وقلاي وحن إير ولا لي لمبركز من ملبكس ولا لي لمبركي ذبركة هلا إير ولا لي ملبكس محو إيجي سعيدين كرا مركز أيه تري ولا لي وحكا سعيدين كرا سيدنا أمور تهاي أوكله وسقدي إني سبعانو إيمانين
sida ina xaydka ku dhibanto kale dhabar xanuunko kale laf xanuunko kale waxyaalo badan ayay ii sheegtay abaayo alxamdulillaah aniga marka dhabarka ayaa said ii xanuunayay aad waliba yuu dhabarka ii xanuunayay foorsiga xataa wuu idhibayay salaada maxaa la oran jirayay waxaan sameeyey marka abaayo waan la xiriiray dhab ahaantii si fiican ayay iigu sharaxday alxamdulillaah waan kasoo iibsaday waanan isticmaalay intii aan isticmaalayayna alxamdulillaah waan u mahad celiyay abaayo khayr allah siiyo kolley way daawan doontaa casharkayga saa u malaynaayo inkastoyna hadda inay igu xirantay in kalama sheegi karo marka walaalahayga qaaliga ah malabkan aad buu u fiican yahay aniga xaggayga sababto ay tahay malab keliyana ma ahan geedo mindaawaad ah ayaa ku jiro xataa xanuunada kale oo intanada badan soomaalida way iska qabaanba inta badan xataa wuu u fiican yahay dadkaas aada ugu wanaagsan yahay maasha allah geedaa ku jiro mindaawaadyaa ku jiro dadka xanuunada qaar qabana waa ognahay mindaawaadyada way dhibaan marka ayuu wixii sheyga ku dhibayo waa sheyga caafimaadkaada ku jiro alxamdulillaah marka sheygan waa daawo wax wanaagsan ayaa ku jiro sharoobo dhakhtar soo qoray ma ahan kaniinna ma ahan cerbadna ma ahan alxamdulillaah waa malab iyo geedo arlada ilaahay ka baxay rabbi subxaana watacaala geeduhu abuuray geedo ka mid ah waayaan marka caafimaad insha allahu tacaala ayaa ka heli doontaan malabkan aniga waan jeclaaday bilxaqiiq markii aan isticmaalay waanan wax badan ayaana isaga dareemay badan ayaan isaga dareemay waayo sababta ay tahay cunuga xataa markaa u qabaysanaayo oon saan soo iraahdo wax yar aan soo yaro dugo xanuun ayaan dareemayay alxamdulillaah hadda laakiin ma dareemayo ilaah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan walaalahayga qaaliga ah sidaa wada ogtihiin waxaa iga sugayseen abaayooyin baa iga sugaya cashara kale oo maxaa la yiraahdaayee oo ducooyin ayaa iga sugayseen iyo naayado insha allah waa idiin soo wadaa xoogaa mashquula iska jiro hooyo waa garan kartaa si fiican hooyo walba hooyo bay garanaysaa wayna fahamsan tahay casharada ay iga sugayseen waa idiin soo wadaa insha allahu raxmaan waana idin la soo wadaagi doonaa biidnillaahi kariim casharo aad iyo aad u qiimo badan oo adinka qiimo idiin leh anigana qiimo ii leh alxamdulillaah mid kale malabkan markaa isticmaalayay qur-aan baan akhrisanayay ducooyin adkaar aayatul kursi waan akhrinayay 3 jeer qulqulaan akhrinayay beribil falaq akhrinayay beribil naas akhrinayay alxamdi akhrinayay marka inta akhriyo un fuu ku dhaho saliga nabiga allahuma salli calaa sayidina maxamed waan akhriyo fuu ku dhaho yaan isticmaalayay shay walbana way fiican tahay inaad kalaamka ilaahay u adeegsato ood kalaamka ilaahay u isticmaasho aad bay u wanaagsan tahay waayo kalaamka ilaahay sida aan wada ognahay waa daawo shayga xunna wuu kaa maanacayaa shartiisa shayga wanaagsanna waa ku daawoobaysaa waana wada ognahay inay aayaadka ilaahay uu daawo yahay aad baan u wada ognahay walaalahayga sharafta leh insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala ha idin barakeeyo meel walba ood ku sugantihiin waana idin jeclahay allahna idin xafido dhibka iyo dhibaatadana allah ha idinka ilaaliyo biidnillaahi kariim assalaamu calaykum.